يرحمه الله كانت طفلة متفوقة، كانت حافظة لكتاب الله، كانت ملتزمة، كانت حافظة حوالي نصف القرآن الكريم، ودخلت العديد من الصدقات، وكانت بتتطوق فيها وتقبل المراكز الأولى. رغم من بتعبها ومرضها كانت لسمها فقط أو الزهر، لكنها بتصممها تغلبت على ذلك وقدرت أنها تتفوق في المسابقات وتتفوق علميا في المعهد. ويعني نتمنى من الله أن تعبها ومرضها ده يكون في ميزان حسنات والجهل، وقفوا جنبها ومش أي لحظة أي لحظة، وقفوا جنبها لآخر لحظة.